بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء قرآني جديد نراجع فيه معا ما تعلمنا تلاوته من سور وآيات. نرحب بداية بفضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد. أخي الكريم، أعزائي المشاهدين، اليوم بمشيئة الله تعالى سنراجع معكم سورة المدثر وترتيبها في المصحف 74، عدد آياتها 56 آية، وهي سورة مكية. وكما تعلمون أعزائي المشاهدين، نبدأ من الآن فصاعدا في تلقي اتصالاتكم الهاتفية، ونأخذ بداية بعض توجيهات فضيلة الشيخ خالد للمراجعة وأهم الكلمات في السورة الكريمة التي ننتبه إليها وأهم الأحكام كذلك، سريعا مع فضيلة الشيخ خالد وفي انتظار اتصالاتكم أعزائي المشاهدين. تفضل يا شيخنا. جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نظرا لطول الفصل وكل مرة نتكلم أن نستعيذ وأن نبسمل وأن نبتدئ مع أول السورة كذلك، فلا تنسى أوجه الاستعاذة والبسملة والتنوع بينها، فلك من الوجوه أربعة فتذكر ذلك. هذا الأمر الأول، بشرط ألا يكون على حساب النفس أو على حساب الأحكام. إنما أقول ذلك لمن كانت له قدرة على أن يأتي بأحد هذه الوجوه وكان قادرا على ذلك مع مراعاة الأحكام، ألا فلتنتبه. الأمر الثاني معنا أن هذه السورة تعطينا درسا تفصيليا لحرف الراء، مخرجا، صفة، وعن أحوال ترقيقه تارة، وعن أحوال تفخيمه تارة أخرى، كأنها تقول لي عمليا: تعلم مخرج الراء أولا، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف. هكذا إذا أردت أن تعرف المخرج أر، هكذا أن تأتي قبله بهمز، فإن كان في أول الكلمة فهي ألف، إذن يؤتى بألف قبل الحرف ثم تسكن هذا الحرف أر. ماذا لاحظت؟ لاحظت أن الراء تخرج من طرف اللسان، والراء يدانيه لظهر أدخله، أي من ظهر اللسان. وحدها لا، مع ما يحازيها من الحنك الأعلى أر، هكذا. ماذا لاحظت أيضا؟ ألاحظ أن اللسان يصعد ويهبط، وذاك ما يسمى في باب الصفات كما سمعنا من ذي قبل: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع، أي في تلاوتهم، أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. لماذا يا سيدي؟ ليلفظوا بأفصح اللغات وهي لغة العرب. ما الذي يحدث في الراء؟ إنه التكرير. وهناك فرق بين أن تكرر الشيء وأن تعيد الشيء مرة أخرى. فحينما نبه العلماء على إخفاء التكرير فقالوا، لماذا قالوا إخفاء التكرير ولم يقولوا إخفاء الإعادة؟ لأن الفارق بين التكرير والإعادة، التكرير يطلق على إعادة الشيء مرة أو ثنتان أو ثلاث، هذا في لغة العرب.
أما الإعادة في لغة العرب فلا تطلق إلا على إعادة الشيء مرة واحدة فقط. من هنا نعي قول الناظم وأخف تكريرا إذا تشدده، لأنه يحدث عند الطالب المبتدئ بعض اللبس في ماذا؟ يقول الناظم أخف التكرير، والبعض يقول إياك أن تزيد منه، فالمبتدئ يقف بين الأمرين حائرة، كيف يخفيه وهي صفة فيها لازمة؟ إذن سيأتي منك تكرير ولكن لا يزيد عن حده. واعلم أن الذي يتحكم في الراء تفخيما وترقيقا هو الحركة. إجمالا إن كسرت فهي مرققة، إجمالا إن ضمت أو فتحت فهي مفخمة، وكذا إن كانت ساكنة. ولكن مضى الوقت ومع تلاوتكم عمليا سيتضح كل ذلك، والحمد لله. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، معنا ومعكم ما يقرب من 50 دقيقة نتنافس فيها في إجادة التلاوة لسورة المدثر والمراجعة وكذلك مراجعة الحفظ. هنبدأ معكم أعزائي المشاهدين، وكما هو متبع دائما نظام البرنامج مع حضرتكم إن احنا هنبدأ بالاستعاذة والبسملة وبعد كده نواصل بحسب ما سيظهر على الشاشة. البداية مع الأستاذة والحاجة زينب من القرى. السلام عليكم يا حاجة زينب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك ارفع الصوت قليلا وابدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. يا حاجة زينب. نعم. قم فا الميم تبقى واضحة ما فيش فيها غنة. قم فا. قم فأنذر. أيوة الغنة بقى فأنذر. حاضر. قم فأنذر. 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 أيوة. وربك فكبر. ورب. وربك فكبر. الراء ترقق. فكبر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. احسنتي، ربنا يبارك فيك يا حاجه زينه. شكرا للحاجه زينب. الحاجه عائشه من دمياط، اتفضلي يا امي كملي. والدوج زفاف جول ولا تمنن تستكثر. الغنه ناقصه يا حاجه عائشه. ولا تمنن تستكثر. بالراحه يا امي، بالراحه يا امي، بالراحه. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر. فاصبر. الراء ترقق يا امي. فاصبر. فاصبر. لا بر، لا بر. فاصبر. فاصبر. ايوه كده احسنت، ربنا يبارك فيك يا حاجه عائشه. شكرا لك يا حاجه عائشه. معانا الحاجه ساميه وبنتنا منا من الدقهليه. حاجه ساميه اتفضلي اقري وبعدين منا بعدك تكمل. حاضر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. ندي الغنة حقها شوية يا حاجة سامية. الغنة حقها شوية. فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير. لا عسير، الراء ترقق. عسير. لا عسير. عسير. صح. لسه شوية. فذلك يومئذ يوم عسير. ماشي. على الكافرين غير يسير. أحسنت يا حاجة سامية، ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا منى. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت اللؤلؤ ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن ما أزيد. يا منة معايا يا بنتي؟
منا نعم خليكي معايا بقى بعد اذنك يا حاجه ساميه، ممكن حضرتك صححت لها فخليها معايا شويه بعد اذنك، ممكن يا منا؟ نعم. قولي ورايا يا بنتي. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. وجعلت له. وجعلت له. مالا ممدودا. مالا ممدودا. يا حاجة سامية سيبيها شوية تقرأ. وبنين شهودا. وبنين شهودا. شو شهودا. شهودا. ومهدت له. ومهدت له. تمهيدا. له تمهيدا. لا زي ما اقرأ يا منى قولي زيي. ومهدت له. ومهدت له. تمهيدا. تمهيدا. ثم يطمع. ثم يطمع. أن أزيد. أن أزيد. أيوة كده، ربنا يبارك فيك يا منة، أحسنت، ممتاز، الله يفتح عليك. شكرا لمنة وشكرا للحاجة سامية. الحاجة راوية من القاهرة، السلام عليكم أمي، اتفضلي كملي. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أحسنت يا حاجة راوية ما شاء الله، ممتاز، شكرا لك يا أمي، بارك الله فيك. الحاجة أم كريم من الجيزة، كملي يا أم كريم. ثم نظر ثم عبس وبصر. وبصر بالسين. وبصر. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. كمان مرة. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. أحسنت يا أم كريم، شكرا موصول للحاجة أم كريم. الحاجة أم أحمد من الدقالية، كملي يا أم اتفضلي. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. يا أمي. نعم. أدي لا أدى. أيوة كده، الله يفتح وما عليك. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أحسنت يا حاج محمد ما شاء الله جميل، شكرا للحاجة أم أحمد. الحاجة أم خالد من اسكندرية، اتفضلي يا أمي كملي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. واحدة واحدة يا أمي. وما جعلنا أصحاب النار. وما جعلنا أصحاب النار. 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 إلا ملائكة. لا يا أمي واحدة واحدة، أنا بقول لك كده أول سطر كده قولي ورايا عشان إيه نظبط النفس مع بعضنا وتكملي. إن شاء الله. إلا ملائكة وما. وما جعلنا يا أمي. أصحاب يا أمي النار. يا أمي ربنا يديك الصحة والعافية. إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. حاجة أم خالد. خلاص خلي كمل. يوم أنت سامع الشيخ ولا لا؟ لا والله ما كنت سامع. طب معلش خلي السماع يعني على ودنك شوية واسمع فضيلة الشيخ هيقول لك. حاضر حاضر. معاكي اتفضلي. كملي يا أمي كملي. ويزداد الذين آمنوا. وليزداد؟ لا ويزداد. لا إله إلا الله. ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين أوتوا الكتاب. ولا يرتاب. ولا يرتاب. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب والمؤمنون
وليقول الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود ربك جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ربنا يبارك فيك يا أمي، الله يفتح عليك، تابعينا. شكرا للحاجة أم خالد من اسكندرية. معنا إيمان، تفضلي إيمان كملي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى إنها لإحدى الكبر. ربنا يبارك فيك يا إيمان، كويس لسه فاكر الحمد لله تمام ممتاز، الله يفتح عليك. شكرا لإيمان. معانا الأستاذ عمر وأم أسماء من القاهرة. أستاذ عمر اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، وصيت الشيخ ليك، هدوء اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أي كام؟ 36. لن شاء منكم أن أقدم وأتأخر. اللي قبليها نذيرا للبشر. نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن أقدم وأتأخر. كل نفس ما كسبت رهينة. يا شيخ عمر. يا شيخ عمر. نعم. أنت قلتهم خلاص. ممكن نعم. تقول ورايا بعد إذنك؟ تفضل. نذيرا. نذيرا للبشر. طيب. لمن شاء. لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. كل نفس. كل نفس بما كسبت رهينة. جميل، الله يفتح عليك يا عم شيخ عمر، ايه الحلاوه دي. اتفضل يا ام اسماء. خلاص كل اصحاب الا اصحاب اليمين. خلاص يلا يا ام اسماء. ملايه 39 خلاص بس اهو. الحاجة زينب من الجيزة، معلش يا أم أسماء، الحاجة زينب من الجيزة اتفضلي يا حاجة زينب. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أحسنت يا أمي، ربنا يبارك فيك حاجة زينب. طب ما ومعانا الحاجة أم إبراهيم، اتفضلي يا حاجة أم إبراهيم كملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولم نكن نطعم المسكين. يا أمي. وكنا نخوض مع الخائضين. يا أمي. حاجة أم إبراهيم. أيوة فرجي. اسمعي يا أمي، الشيخ هيقول لك إيه وابدأي من الآن قبل. اتفضل معاكي الشيخ أهو. حاضر، أنا آسفة معلش. قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. يا أمي. نعم. قالوا لم نكن من قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. أيوة كده. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يا أمي. نعم. أتانا. حتى أتانا اليقين. ربنا يبارك فيك يا أمي، أحسنت، ربنا يبارك فيك. شكرا للحاجة أم إبراهيم، نرحب بالحاجة فاطمة من إسماعيلية، تفضلي يا فندم كملي. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. بص يا حاجة فاطمة. اتفضل يا شيخ. الميم الساكنة دي مفيش فيها غنة كده. فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن. ما تغنيش في الميم الساكنة كمان مرة كده وبالراحة. النون ساكنة دي. الميم يا أمي، الميم. أنت بتقولي ماشي. تنفعهم شفاعة، لا غلط. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الميم ساكنة. أسمعها مني كده تاني كمان مرة بالراحة. فما تنفع
تنفعهم شفاعة الشافعين. جميل كده ظبطنا الميم، عايزين بقى العين نظبط التشكيل بتاعها. فما تنفعهم فما تنفعهم لا شفاعة عو مش تنفع تنفعوا تنفعهم صح كده شيخ؟ جميل بس ابدأ فما. طيب فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ايوه فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. لا حمو حمر طيب ماشي كأنهم حمر مستنفرة. الرواية لا بس بالراحة رواية حفص مستنفرة. ايوه ماشي كأنهم حمر مستنفرة. طب اسمعيها مني كده وعدي كم غنة معايا. كأنهم ادي واحد ادي غنة حمر ادي اتنين مستنفرة تلاتة اسمعيها لبعضيها بقى. كأنهم حمر مستنفرة. حاضر يا شيخ. كأنهم حمر مستنفرة. ايوه كده فرت من قسورة. ربنا يبارك فيك يا حاجة فاطمة ما شاء الله جميل. شكرا للحاجة فاطمة. معانا الأستاذة منى من القاهرة، اتفضلي يا أستاذة منى. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. نصلح تشكيل كلمة كل مش كلي كل كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. ربنا يبارك فيكي. شكرا للأستاذة منى. أم هايدة من اسكندرية اتفضلي يا أم هايدة اختم الصورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحاجة خديجة من القاهرة اتفضلي يا حاجة خديجة اختم الصورة. حاجة خديجة أيوه السلام عليكم أم اتفضلي اختم الصورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بل يريد لا 54 كلا إنه تذكرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ما شاء الله ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا أمي بيديك الصحة والعافية. شكرا للحاجة خديجة من القاهرة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عود على بدء أعزائي المشاهدين هنبدأ في السورة من أول وجديد تاني مرة لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة المدثر. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. تلونا في الفاصل الأول أعزائي المشاهدين سورة المدثر من الآية الأولى إلى الآية 56. هنبدأ معكم في هذا الفاصل أيضا من الآية الأولى إلى الآية الرابعة بداية مع أم أسماء من القاهرة. حاجة أم أسماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر. أحسنت يا أم أسماء تابعين. شكرا لأم أسماء. الحاجة مسامح بن سويف تفضلي يا أمي كملي. حاجة مسامح. طيب حاجة أم محمد من القاهرة. حاجة أم محمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ على طول؟ أيوة فندم. الآيات اللي قدام حضرتك من 5 لـ7. من 5 والرجز
والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. اسمعيها مني كده. ولرب نعم. اسمعيها مني كده. أيوة. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. أيوة. ولربك فاصبر. جميل، الله يفتح عليك يا أم محمد. خالص الشكر للحاجة محمد. معنا الحاجة منال من اسكندرية، اتفضلي يا حاجة منال كملي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ربنا يبارك فيك يا حاجة منال. نعم. أحسنت، ربنا يبارك فيك. شكرا للحاجة منال. أم هايدي من اسكندرية أيضا، اتفضلي يا أم هايدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا. كمان مرة كده بس بالراحة. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. أيوة كده. وجعلت له مالا ممدودا. له ما له ما له مالا ممدودا. طيب الغنة فين بقى؟ مالا ممدودا. مالا ما وجعلت له. لا، وجعلت وجعلت له مالا ممدودا. أيوة كده مظبوط كده. تمام. بنين شهودا ومهدت له تمهيدا. تمهيدا تمهيدا. أيوة. ثم يطمع أن يزيد. أن أزيد أن أزيد. أحسنت، ربنا يبارك فيك أم هايدي. خالص شكر لأم هايدي. وبنرحب بالحاجة لبنى من دمياط، اتفضلي يا حاجة لبنى كمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. شكرا للحاجة لبنى، جزاك الله كل خير. شكرا للحاجة لبنى. وبنرحب بالحاجة ثناء من القرى، تفضلي يا أمي كملي. ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يا حجة ثناء. سأصلي سقر. يا حجة ثناء وما سمعني. أدراك ما سقر. يا أمي. نعم. دي سمعاني. أيوة. طيب رجاء، أولا إحنا آخرنا الحصة لحد قول البشر، وأخلي بالي من المدود. إن هذا إلا نفس المد اللي انت مدتيه، هذا فقال إلا. إن هذا إلا سحر يؤثر. سحر يؤثر. سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. ربنا يبارك فيك يا أمي. نخلي بالنا بعد كده من المدود ونسوي مع بعض ونخلي بالنا منها. ربنا يبارك فيك يا أمي. شكر موصول للحاجة ثناء. معنا الأستاذ سهام من القرى، تفضلي يا أستاذ سهام كملي. سأصليه سقر. تاني. وما كمان مرة نعيد الآية. سأصليه سقر. خلي بالنا أنها قاف. سأصليه سقر. سقر. أيوة كده. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ربنا يبارك فيكي. شكرا للأستاذ سهام. الحاجة أحسان من القرى، تفضلي يا أمي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة.
ملائكة وما جعلنا عدتهم. يا أمي رجاء. نعم يا ست. ما فرحش بالجملة الطويلة على حساب أحكام مختلسة. حاضر يا مولانا. حاضر كمان مرة كده بالراحة ونراعي أحكام المد والغنة. ما ناكلش منهم وإحنا ماشيين. حاضر يا مولانا. اتفضل. ربنا يخليك لينا. بتعلمنا. يبارك فيك يا حاج. ربنا يخليك لينا. الله يحفظك. اتفضلي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. صح كده يا شيخ؟ اتفضل. تمام. إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. أخلي بالي من الحروف. حاضر. التاء الياء القاف. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. أفخم الراء وأرقق ما عداها من قوله يرتاب. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين. لا ما ينفعش كده. أقول وليقول، ما أقولش وليقول. اللام مكسورة. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. أرقق الميم وأفخم ما بعدها من كلمة مرض، عافانا الله وإياكم منه. أعيد من أول. والذين. ماشي. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ينفع كده المد المتصل اللي أقل في حاجة أربعة أجيبه اتنين ونص كده ينفع؟ إنما لما أقول كذلك يضل الله من يشاء أقل حاجة معايا أربعة وأبدأ ويهدي من يشاء. حافظت على المد وجبت الغنن وحافظت على نفسي كمان. حاضر يا شيخ. حاضر. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلا هو مش كده مش صح. حاضر. النطق السليم إلا هو. إلا هو. حضرتك بتقولي إلا هو. إلا هو. لا هي إلا هو. إلا هو يعني كده المد الطبيعي بتاع الألف. حاضر يا شيخ خالد. حاضر بنتعلم من حضرتك. أستغفر الله. لا سمح الله، ده انت شيخنا ومولانا. أستغفر الله. إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ربنا يبارك فيك يا أمي. شكرا للحاجة إحسان. أستاذ عاصمة تفضلي كملي. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسر إنها لإحدى الكبر. ممكن أسمع كلمة واحدة بعد إذنك؟ أيوة. كلمة أدبر أسمعها لوحدها كده من حضرتك. أدبر. أيوة كده. الله يفتح لك. أحسنت. ربنا يبارك فيك. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. ربنا يبارك فيك. أحسنت. شكرا. عفوا يا فندم. شكرا للحاجة عصمت. أم وائل من دمياط فضلي كملي يا حاجة. أم وائل. نذيرا للبشر. يا حاجة أم وائل. نذيرا للبشر. يا أمي. أيوة يا أبي. أيوة. اسمعها مني هنطقها إزاي وقوليها زي. نذيرا للبشر.
أيوة. نذيرا للبشر. نذيرا للبشر. أيوة كده. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اسمعها مني وقولي زيي. اتفقنا؟ لمن شاء منكم. ونقف هنا. لمن شاء منكم. كمان مرة وخلي بالك معايا. لمن شاء منكم. لمن شاء منكم. جميل. أن يتقدم أو يتأخر. أن يتقدم أو يتأخر. لا خلي بالك معايا كده. أن يتقدم أو يتأخر. أن يتقدم أو يتأخر. ممتاز كملي. كل نفس بما كسبت رهينة. أحسنتي ربنا يبارك فيك أم وائل. شكرا للحاجة أم وائل. اتفضلي يا حاجة مشرف كملي. حاجة مشرف. أيوة. اتفضلي يا أمي. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ربنا يبارك فيك أم شريف. شكرا للحاجة أم شريف. معنا الحاجة سوير. اتفضلي يا حاجة سوير كملي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لم نكن من المصلين. كمان مرة كده اسمعيني. قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. بص يا فندم اسمعيني كده وركزي. انا مديت زودت في المد ولا ما زودتش؟ قالوا لم نكن. قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. حضرتك بتزودي قوي في المد. لا غير صحيح. الصح قالوا كده. قالوا لم. قالوا لم نكن من المصلين. ايوه كده. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أوصلها كده. أتانا اليقين. أتانا اليقين. ربنا يبارك فيك. تابعينا حاجة سهير. شكرا. شكرا للحاجة سوير. أم أحمد من الغربية. تفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هلا وبنت وحفيدتها تقرأ. على الرحب والسعة. أهلا وسهلا. الآية كاملة لو سمحت. هنبدأ 48 48 ل 51 يا أمي. من 8 من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من التذكرة المعرضين. يا حاجة أم أحمد. كأنهم حمر مستنفرة. حاجة أم أحمد. أيوة معاك. شوفي يا أم الشيخ مع حضرتك هو هيوجهك بعض التوجات. خليكي معي لو تكرمت. نركز مع بعض كده عشان في حاجات كتير عايزين نظبطها مع بعض. التشكيل بس رقم واحد. قولي ورايا كده بالراحة واحدة واحدة. فما تنفعهم. فما تنفعهم. شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين. يا أمي شفاعة. شفاعة. شفاعة الشافعين. فما لهم. فما لهم. عن التذكرة. عن التذكرة. معرضين. معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. كأنهم. كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. فرت من قسورة. من قسورة. من قسورة. ربنا يبارك فيك يا أم أحمد. مين اللي هيقرا معانا؟ حفيدك اسمه ايه؟ ولا حفيدتك اسمها ايه؟ حاجه ام احمد. طب للاسف انقطع الخط مع الحاجه سميره. اتفضلي يا حاجه سميره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي اتفضلي اقرأي. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يا أمي. نعم. كمان مرة بس بالراحة رجاء كده وناخد نفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة كده بالراحة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ممكن تقوليها ورايا بعد إذنك؟ أيوة. جميل، واحدة واحدة بالراحة بقى كده. بل يريد كل امرئ منهم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. صحفا منشرة. كملي يا أمي. صحفا منشرة. كملي. كلا بل لا يخافون الآخرة. ربنا يبارك فيك يا أم يديك الصحة والعافية. شكرا للحاجة سميرة. بنرحب بأم محمد من ليبيا. اتفضلي يا حاجة محمد اختم الصورة. حاجة أم محمد من ليبيا. أيوة. اتفضلي. أهلا وسهلا وعليكم السلام. اتفضلي اختم الصورة يا أم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا. لا يا أمي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل. لا بالراحة بالراحة بالراحة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. يا أمي بالراحة بالراحة يا أمي. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يبقى أخلي بالي من ضمة اللام وأخلي بالي من حرف المد الطبيعي ما يتكلش من كلمة التقوى في الآخر. الله يفتح عليك يا حاجة محمد. شكرا للحاجة محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هنبدأ من أول وجديد تاني معكم أعزائي المشاهدين. حاجة عطيات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حاجة من الأول تاني من الآية 1-4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا حج عطيات. نعم. المدثر فأنذر فكبر فطهر. هذه الراءات كلها عند الوقف سمعتها مني مفخمة ولا مرققة؟ لا هي مرققة. جميل. يبقى كذلك تقرأ وقفا فنخلي بالنا. حاضر. أقولها تاني ولا خلاص؟ ماشي أسمعها الكلمات وحدها. المدثر فأنذر. المدثر. أيوة. فأنذر. أيوة. فكبر. أيوة. فطهر. جميل. لا فطهر. فطهر. أيوة كده. ربنا يبارك فيك يا حاج عطيات. الله يخليك وإياك. خالص الشكر للحاج عطيات. أم إبراهيم من إسماعيلية. اتفضلي يا حاج أم إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. يا أم إبراهيم. أيوة. ممكن تقوليهم ورايا بعد إذنك؟ تفضل. جميل. والرجز فاهجر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكبر. لا دي بالثاء مش بالباء. ولا تستكثر. أيوة. تستكثر. ولربك فاصبر. تبعينا يا حاج إبراهيم. ربنا يبارك فيك. شكرا للحاجة أم إبراهيم. الحاجة أم سامح بني سويف. سلام عليكم يا أم. تفضلي كملي. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير
على الكافرين غير يسير. جميل حاجة مسامح، ومن خلقت وحيدا. حسبك يا أمي، شكر الله لك. الحاجة فاطمة من الجيزة، اتفضلي يا حاجة فاطمة. وجعلت له يا حاجة فاطمة مندوبا. يا حاجة فاطمة نعم، أولك إن شاء الله ذرني ومن خلقت وحيدا. معلش أنا أسفة جدا. لا يا فندم مش أسفة ولا حاجة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. مالا ممدودا. مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ربنا يبارك فيك ونخلي بالنا ونتابع بعض. الله يفتح ليك حاجة فاطمة. شكرا للحاجة فاطمة. أستاذ مراد من اسكندرية، تفضل يا أستاذ مراد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أحسنت، ربنا يبارك فيك. شكرا للأستاذ مراد من اسكندرية. أعزائي المشاهدين، يعني ما يقرب من 50 دقيقة مروا كأنهم 50 ثانية إن شاء الله، فهنشوف مع فضيلة الشيخ خالد معنا دقيقة أو دقيقتان، يعني هنشوف أهم ملاحظات فضيلة الشيخ خالد للمراجعة وأهم التوجيهات اللي احنا هنستفيدها إن شاء الله لكي نكون أكثر إتقانا في التلاوة وفي الحفظ للسورة الكريمة. فضيلة الشيخ خالد. نعم، من أهم الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها، إذا قطع القارئ قراءته لرد السلام أو لعطاس عند أهل التجويد فإنه يستعيذ. نخلي بالنا من دي كويس، بالإضافة إلى أنه معلوم أنه في مقام التعليم يستعيذ القارئ، فنخلي بالنا من دي. كذلك ننتبه إلى أن الكلام إذا تكلمت، إن تكلمت معي لن تسمع مني ولن أسمع منك، نصبر على بعضنا البعض. إن تكلمت مشكورا سكت حتى تنتهي أنت، وإن تكلمت أنا رجاء اصبر حتى تسمع للنهاية. هكذا يكون التفاعل الإيجابي. الأمر الهام الذي يعنينا في المراجعة بيان أهمية هذه المراجعة لضبط النطق أقل شيء. إن لم نخرج من هذه المراجعة حتى بأن نحفظ السورة، بأن ضبطنا ألفاظها ضبطا سليما، رقم واحد التشكيل، وبالمتابعة شيئا فشيئا، فذاك هو التكرار وذاك هو التدريب الذي أمرنا به العلماء، إذ قال قائلهم وأستاذنا شيخ الفن: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فتلك هي الرياضة. ونتعلم من بعضنا البعض، والقرآن هكذا يؤخذ وهكذا يتعلم. ودرس اليوم مع هذه السورة في حرف الراء كيف يتلى عمليا، حينما نرى في الآية الأولى المدثر، الراء سكنت لأجل الوقف ولكن ما قبلها مكسور، إذن فهي ساكنة. وكما قلت لك وأذكرك، يتحكم في الراء الحركة، فإن كانت مكسورة عموما وهي ساكنة وما قبلها مكسور فإنها ترقق، ويتحكم فيها تفخيما عموما أو في الغالب الفتح والضم. فخذ هذا المفتاح أو هذه القاعدة التي تقرب لك الحكم. أما إذا وصلتها فتلك الحركة معنا كذلك تتحكم فيها. مثل أول 3 آيات في السورة، اسمع كده: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. لاحظت إيه في الآية الأولى ولاحظت إيه في الآية الثانية؟ لاحظت في الآية الأولى أنني حينما وقفت رققت الراء المدثر، إنما حينما وصلت نظرا لأن حركتها هي الضم
أصبحت مفخمة، فاحفظ هذه فليست عنك ببعيد. مكسورة ترقق، مفتوحة مضمومة تفخم، ساكنة ما قبلها يتحكم فيها، كسر ترقق، فتح ضم تفخم. هذا هو الحكم العام لها، فتأمل ذلك وطبقه عمليا. نسأل الله لكم الهداية والتوفيق. آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضلت الشيخ خالد، جزاك الله خيرا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، انتهت حلقة اليوم، وفي اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى نستكمل رحلتنا المباركة مع سورة محمد، وسندرس بمشيئة الله تعالى الآيتين 16 و17. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.